25 سنة مانيش متراسمة واللي جاب في الثورة مرسمين عليه حب ربي. إدخال أعضاء الهيئة الإدارية القطاعية لأعوان وموظفي وزارة الداخلية في إضراب قطاعي، وذلك على خلفية عدم تفعيل أي من الاتفاقيات المبرمة مع الوزارة. وهل إضراب باش يتواصل على امتداد يومين بكامل مصالح الوزارة والولايات والمعتمديات؟ الإضراب القطاعي هو باش يشمل الإثارات المشتركة الغير الأمنيين اللي يعملوا بوزارة الداخلية من بنزرة البنقردان لعديد من الأسباب، وأول سبب هو من حقنا في العمل النقابي في وزارة الداخلية واحترامه، ويبعدون المضايقات اللي قاعدين يضايقوا فيها علينا. احنا ناس نخدموا أمنيين درجة أولى في الأمن، نخدموا أمنيين في حقوقنا مواطنين، نقولها بكل صدق درجة ثالثة ولا درجة ثالثة. المعاملة في داخل خدمة في سكنات نخدموا بوليسي، يعني عمل بوليس، لكن في الحقوق ما نتمتعوا الحق. المطلب إذن هو تطبيق الاتفاقيات واللي يقضي باحترام الحق النقابي والكف عن التضييقات الأمنية والقضائية والإدارية وتسوية وضعية عملة الاعتمادات المحالة وسحب كل الامتيازات الخاصة بأسلاك الأمن الداخلي على أعوان المصالح ذات العلاقة بالمنظومة الأمنية في صورة عدم إدماجهم في السلك، بالإضافة لعدد من المطالب الأخرى. نطالبوا بحقوقنا، نحبوا معنى تسوية، أنا عندي زادة تسوية وضعية من 2011، احنا نحبوا حقوقنا، نحن نحبوا معناها مشنا مرسمين عنا طوى، معناها اللي عندها 20 سنة، اللي عندها 30 سنة، اللي عندها معناها في الخمس سنين، طوينا خمس سنين وعندي تسوية وضعية. يعني عاملين كارت لا نطلعوا بها في الكار، لا حد شيء، لا عملنا لك الانتاج، لا نخلصوا فيها 440، ما همش مزازيننا لا في الكري ولا في الماء ولا في الضوء، تعبين دوز دوز، نروحوا 9 نتاع الليل راس العام، نروحوا 10 نتاع الليل، ملح تختار، ما عاملين حتى شيء، مش قايمين بواجبنا. الأعوان يطالبوا بحقوقهم المعنوية والمادية، واعتبروا أن مطالبهم مطالب مشروعة، هذاك عليه أكدوا أنهم باش يوصلوا تحركهم إلى حين تحقيقها، مع تحميل الطرف الإداري المسؤولية الكاملة في حالة عدم الالتزام بالتعهدات.